وهنتكلم النهاردة عن تغير المناخ وتأثيره على حياتنا وتأثيره على النباتات، كل ما يتعلق بهذا الموضوع. معانا دكتور عمرو محمود، مدير الحديقة النباتية بأسوان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضراتكم والسادة المشاهدين. دكتور، يعني مؤخرا انتوا قمتوا بعمل دورة عن تغير المناخ، يعني عايز اعرف انتوا يعني ليه عملتوا الدورة دي، كان اسبابها واهميتها يعني. طبعا احنا في خلال ايام بتستضيف مصر قمة المناخ في مدينة سلام بشرم الشيخ، طبعا الدور الرائد لجمهورية مصر العربية دايما تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فاحنا قلنا طبعا الحديقه النباتيه مؤسسه علميه وبحثيه في المقام الاول. ايوه. فقلنا جه دور الحديقه كمؤسسه علميه انها تنشر الوعي في محافظه اسوان بالتغيرات المناخيه. وده هيكون من خلال دوره كامله بحيث ان احنا نتناول جميع ما يخص التغيرات المناخية، التأثيرات ايه هي اسبابها، تداعياتها، مواجهتها، التكيف معها. ابتدينا الدورة يوم 16 وخلصناها يوم 20، وكان خمس ايام 5 ايام. محاورها كانت ايه بقى في الايام دي؟ المحاور كانت ايه هي التغيرات المناخية، بنعرف الموجودين عندنا بالتغيرات المناخية، تداعياتها، سلبياتها في المجتمع، ازاي نوجهها، التكيف معاها هيبقى ازاي، تأثيرها على البيئة، دور الحدائق النباتية ودور الأشجار في خفض التغيرات المناخية والآثار السلبية بتاعتها، تأثير التغيرات المناخية على أشجار الفاكهة، تأثيرها على المحاصيل عموما، المحميات وطرق مواجهتها للتغيرات المناخية، دور الزراعة في البيئة والأشجار في خفض معدلات وخفض السلبيات بتاعة التغيرات المناخية. طبعا احنا كان في يومين عملي في الحديقة النباتية بخصوص هذه الدورة اللي كان مستهدف منها جميع الأطياف في محافظة أسوان، مديرية الزراعة، التوجيه الزراعي، الإدارة البيئية والسكان، المخلفات الصلبة، المحميات الطبيعية، الشباب والرياضة، وزارة التعليم. كان كل الأطياف اللي هي ممكن من خلال الأطياف دي إن احنا نوصل لأكبر قدر ممكن من المجتمع الأسواني بالتغيرات المناخية، حتى على الأقل لما يبقى سامع التغير المناخي يبقى عارف فاهم إيه هو وإزاي هيأثر عليه وتعامل معاه إزاي، ويتعامل معاه ويتكيف معاه إزاي، وكمان يخفض من التغيرات المناخية بالنسبة لكل إنسان. ما هو كل إنسان مفروض يبتدي من بيته ومن أسرته عشان يخفض من نسبة التغيرات المناخية والجو الموجود. طب ناخدها جزء جزء يا دكتور عمرو، يعني ناخد مثلا جزء التأثيرات النباتية يعني النباتية. طيب، هو تغير المناخ زي ما من الاسم كده، تغير مناخ، المناخ اللي احنا تعودنا عليه في الصيف والشتاء والخريف والربيع، بقى في تغير وخلل، في تغير. التغير ده في ايه؟ بيرجع لايه؟ لكن لارتفاع درجة الحرارة. الكرة الأرضية عاملة زي الصوبة النباتية، الصوبة احنا بنعملها عشان نوفر، نرفع درجة الحرارة على النبات عشان يتكيف ونوفر له الاحتياجات النمو بتاعته. احتياجات النمو دي درجة الحرارة والرطوبة لأي نبات. تمام. احنا ابتدينا بقالنا فترة، التغيرات المناخية اتغيرت بصنع الإنسان. المنبعثات بقى والدخان والتلوث، ده كله بيطلع غازات اسمها دفيئة. دفيئة يعني ايه؟ الغازات دي بترفع درجة الحرارة، دفيئة جاية من تدفئة بترفع درجة الحرارة. فبقت الكرة الأرضية عاملة زي الصوبة، الغازات دي اتكونت جواها ورفعت درجة الحرارة بتاعة الأرض عموما. المصانع اللي زي ما قلنا اللي هي ناتجة من التلوث، التلوث البيئي وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان والأوزون اللي هم رفعوا درجة حرارة الجو، وده لمسينه موجود طبعا. يعني احنا في الشهر داخلين على 11 ولسه نعتبر في الصيف. تأثير التغيرات المناخية دي على الأشجار، هنقول على الزراعة عموما، كل نبات ليه درجة حرارة ورطوبة ان هو ينمو فيها. ايوه.
لو ما توفرتش درجة الحرارة والرطوبة النبات مش هينمو نمو خضري كامل، ولا هيدينا زهرة ولا هيدينا ثمرة، ما ودي ينموش مشكلة. بس يا دكتور، ولا كمان ممكن يموت؟ هو ممكن ينمو نمو ما يوصلش الأطوار النباتية اللي عندنا نمو خضري، زهرة، ثمرة، وبعد كده بيرجع او للبذرة اللي هي يتوقف بتاخدها نموه دي بقى. دورة حياته. ممكن يدينا نمو حضري، ممكن يدينا نمو زهري وتساقط الزهور بتاعته، ممكن ما ينموش خالص. لما الحرارة ترتفع المحاصيل اللي هي الباردة اللي بتزرع في الشتاء مش هتزرع في الموسم بتاعها، أو هيتقلص الموسم بتاعها مش هتعرف تنمو، وبالتالي مش هيدينا محصول كامل. تأثير التغيرات المناخية إن بقي فصل الصيف طويل، وبالتالي انحصر فصل الشتاء بيقصير، وبالتالي احنا بنزرع المحاصيل في الصيف، وبالتالي هيؤدي الى نقص في المحاصيل الشتويه، وده طبعا بنلاحظه في ارتفاع سعر الخضار الخضار وارتفاع الفاكهه في السوق، لانه ايه ما بقاش ليها الفرصه انها تبقى موجوده في السوق او بكميه كبيره. كمان التغيرات المناخية بتؤدي إلى يعني مثلا البرازيل بتنتج كمية من قصب السكر كتير، اللي هو فدرجة الحرارة أدت إلى انخفاض ده ايه يا دكتور؟ دي التغيرات المناخية حول العالم. شايفة ده حاجة اللي هو اللي هنتكلم عليها دلوقتي، فأدت إلى نقصان المحاصيل، وده بيؤدي إلى إيه؟ إلى المجاعة، إلى بيؤدي إلى بينا إلى إن إحنا ما بنلقاش محاصيل معينة أو أنواع معينة من الخضار والفاكهة والحاجات الطبيعية اللي إحنا بناكلها، بيتعمل منها سكر، بيتعمل منها دي، وبيتعمل منها عشان نعيش، ودي طبعا تعتبر طمة كبرى. طيب درجة الحرارة ما ترتفع بتؤدي إلى انصهار القطب الشمالي والجنوبي. طيب الانصهار ده بيزود نسبة ايه؟ بيزود نسبة المية في ميه. المحيطات والبحار، فبالتالي بتختفي الشواطئ، ايوه. ما بيبقاش فيه سياحة شاطئية، وده مضر ايه بالعملية السياحية، ان المدن ذات الشواطئ خلاص بتختفي. لا، وممكن تعمل وارتفاع نسح مستوى كمان، تنزح على اماكن سطح تانية. البحر، المية لما تعلى ما طبعا يبقاش في بتأدي شاطئ، إلى وممكن الفيضانات يبقى زي في نسح. الصورة اللي شفناها، ما هو ارتفاع سطح البحر وارتفاع المحيطات ده بيؤدي إلى اللي هي الشواطئ بتتآكل، وبالتالي بيحصل سيول وبيحصل عواصف بالظبط. اللي احنا شايفينه ولامسينه. احنا السنة دي كانت في عاصفة وكان في سيول في أسوان أول مرة نشوفها على مدى سنوات كبيرة، ده من ضمن التغيرات المناخية. ما هو التغير المناخ كله بيتغير، فبيؤدي الى انقراض الحيوانات في القطب الشمالي والجنوبي اللي هي عايشه على على ال البروده اه الموجوده، وبالتالي كمان احنا في البحار والمحيطات لما بترتفع سطح البحر بيؤدي الى موت الشعاب المرجانيه، وموت كمان اسماك وانواع معينه من الاسماك اللي ما أوه. بتستحملش الجو الجديد اللي هو جاي ليها، وبالتالي ده طبعا مضر بالعمليه السياحه. طيب لما ترتفع درجه الحراره وبتبقى المدة بتاعتها طويلة، ده بيضر بصحة الإنسان، الأمراض الجلدية، في ميكروبات وفي فطريات معينة، الفطريات دي بتنمو في درجة تنمو بدرجة الحرارة، الحرارة العالية. بالتالي بيساعد على النمو الفطريات، وبالتالي بيؤثر على صحة الإنسان. المضر أيضا بالتغيرات المناخية كده الزراعة وكده صحة الإنسان كمان، وبالسياحة كمان مضر بالثروة السمكية عموما. طيب دي المحاور بتاعت التغيرات المناخية أو اللي بتشكل أكتر خطورة أسباب أو الأسباب الخطورة اللي للجو بنواجهها. اللي احنا شايفينه. طيب لو احنا يعني لو هي حديقة نباتية، فأنا ممكن أعمل صوبات وممكن يعني أغير درجة الحرارة والرطوبة، لكن مع المزارع والمحصولات في الأرض أعتقد صعب الموضوع ده. احنا بنقول ليه دور الحديقة النباتية؟ الحديقة النباتية طبعا الكثافة الشجرية بتاعتها، وده العنوان اللي احنا هنعمله او كل واحد او كل فرد هيعمله. الحديقة فيها مجموعة كثيفة من الاشجار، الاشجار دي تعتبر الرئة او فلتر بينقي الهواء من الغازات الدفيئة. لو كل واحد زرع في بيته شجرة او قدام بيته شجرة او زرع ان شاء الله في البلكونة، فهو بيساعد على خفض نسبة التغيرات المناخية.
اللي هي بتنعكس على البيوت عموما، فبنلاقي البيت درجة حرارته مرتفعة لأنه أصلا بيمتص درجة الحرارة. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول إن لازم نتكيف مع المناخ، إن احنا ندهن جدران البيت من بره بلون يعكس أشعة الشمس اللي هي الألوان اللي هي بتبقى فاتحة. الزراعة، معلش يا أشجار، دكتور، انا دور النباتات في التغير المناخي بتعمل ايه؟ هل هي بس عشان النباتات اكسجين ولا هو بيه؟ بتمتص ثاني اكسيد الكربون وبتطلع لنا اكسيد، فبتقلل من عملية الانبعاثات بتقلل من الغازات الدفيئة. الغازات. من ضمن برضو اللي هو ارتفاع درجة الحرارة اللي هي الغابات، قطع الغابات وقطع الاشجار بمعدلات كبيره، وده على مستوى العالم ادى ده الى ان برضو درجه الحراره، لان احنا قلنا الشجره بتنقي وبتعمل فلتر للهواء وبتمتص، بتساعدنا على حل مشكله التغيرات المناخيه. وكان من ضمن اسباب الحرائق في الغابات، ومن ضمن الحرائق اللي بنشوفها بكميه رهيبه الايام دي، اللي هي ارتفاع درجه الحراره، تغير المناخ. ما كل ما ارتفعت درجه الحراره بيساعد على الاشتعال او بيساعد على حرائق الغابات. فدي احنا بنقول نزرع شجره، ما نقطعش اشجار، نحافظ على الغابات اللي عندنا ونحافظ على الحدائق اللي عندنا، ونكتر من زراعه الاشجار والشويرات حوالينا، لان احنا بنقول الشجره فلتر بتنقي الهواء وبتمتص الغازات الدفيئه اللي هي اللي بتساعدنا على التغير، اللي هو بتعمل يمكن ده تغير في دكتور المناخ. كمان بيبقى واضح اكتر في المدن التجاريه والصناعيه او في العاصمه. احنا يمكن هنا في اسوان عندنا مساحات الخضره ما شاء الله كتيره، يعني عندنا احنا بنمشي وشايفين الخضره وشايفين السماء هناك، ما عندناش الابراج الكبيره. اعتقد ان احنا يعني بلد امنه شويه من التغيرات المناخيه. امنه شويه طبعا، واحنا عايزين تكون امنه كتير طبعا بزراعه الاشجار والشجيرات، وعندنا حدائق وعندنا متنزهات، بس الفرد نفسه يبتدي بانه يزرع، يحافظ على الزراعه اللي قدامه. الطاقه البديله، بدل ما كل حاجه بينتج منها اشعاع وبينتج منها حراره عاليه، الطاقات النظيفه، يعني الطاقات النظيفه دي تتنشر. لو ثلاث تكييفات في البيت يشغل تكييف، لو احنا واقفين بره تكييف بره البيت وحطينا ايدينا او وقفنا، بنشوف الحراره المنبعثه من التكييف، درجه الحراره عاليه، وبالتالي طبعا كل تكييف. احنا بلد حر يا دكتور، يعني مش هنستخدم التكييف ازاي؟ على قد ما نقدر، على قد ما نعرفش نعيش من غيره. ما هو درجه الحراره زادت عشان الحاجات اللي بتولد حراره وبتولد طاقه. في المناطق الصناعية طبعا نستخدم فلاتر للمصانع دي عشان الغازات المنبعثة منها، اللي هي بتشكل خطورة. أكثر حاجة بتشكل المدن الصناعية دي اللي هي بتدينا انبعاثات عالية جدا من ثاني اكسيد الكربون والاوزون والميثان، اللي هم بيفضلوا قاعدين برضه في الغلاف الجوي منحصرين. اصلا الاشعه اللي بتجينا من الشمس في جزء منها بيرجع تاني بينعكس، والجزء الضئيل اللي هو بيدخل عشان نعيش منه ويدفي الارض والكلوروفيل والعمليات. طب احنا كافراد عاديين، انا عندي في بيتي اعمل ايه؟ هل ان انا مثلا ازرع في البلكونه، اعمل ابتدي ازرع في السطح، احط عندي في البيت واعمل ايه؟ ده كله المفروض في البلكونه وفوق السطح هيوفر لنا الجو الحلو، انا اشم هواء نظيف قدام البيت. لو كل بيت اهتم انه يزرع شجره او شجرتين قدام البيت، متهيألي هيبقى منظر ريحه جميله، لان اصلا الخضره راحه للنفس. يعني هي الشجره بتاخد وقت، يعني احنا ممكن نزرع حتى المزروعات الشجريه اللي هي القصيره. يعني على فكره الانواع الشجريه الموجوده الايام دي بتطلع بسرعه، 3 4 سنين بنلاقيها شجره كامله. يا لسه نستنى 3 4 سنين يا دكتور، احنا عايزين حاجه تبقى في شهرين ثلاثه كده. على فكره الشجره كل ما قدامها
قدامك وسقيتيها ورعيتيها بتبقى. طب ايه النوع اللي انا اعمله يعني كتير ازرع زي كتير ايه؟ انواع كتير. اصل انا ممكن يعني مش هزرع نخله يعني او شجره برتقال. الاشجار اللي هي الجاكراندا والبونسيانا وال ايوه الكاسيانوزا الاسامي الحاجات دي اللي هي بتدي زهره جميله وبتدي ريحه وبتدي أيوة. نمو خيمي جميل اللي هو احنا عايزين منه الضله. احنا في اسوان بلد شمس، احنا عايزين نوفر لها ايه؟ الضله. احنا بنختار الاشجار دي بتدي ضله وبتدي زهور وبتدي شكل جمالي. والله يا دكتور انا كان نفسي يعني يجي مثلا عندنا محافظ يصدر قرار كده، ياخد قرار ان كل المحلات التجاريه لازم تكون حاطه زرع قدامها. والله انا بشوف الايام دي بتدي حتى احساس جميل كده. انا بشوف الايام دي ان في ناس كتير ابتدت تزرع قدام المحلات وقدام البيوت، او بنحط اثار زرع او 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 يعمل تشكيله معينه من النباتات كده يعني. يعني ابتدت الثقافه دي برضو تنتشر او او او, أو يعني حتى زمان كان ما فيش نباتات مثلا بتوقف، دلوقتي في عربيات بتلف لغايه المنازل فيها جميع النباتات، سواء نباتات تنسيق داخلي في البيوت من جوه. بمناسبه بقى العربيات دي يا دكتور، قالوا لنا ما نشتريش من العربيات دي عشان بتبقى جايه من مناخ تاني او من 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 جو تاني غير جو اسوان، فلما بنيجي نستخدمها بتموت، صح ولا ايه؟ في فترات ان احنا ما ينفعش ان احنا يعني جو اسوان، الجو في الصيف شديد الحراره جدا، ما ينفعش اشتري نبات كان موجود في صوبه او في ضله اروح اعرضه للشمس. تمام. ده هيتحرق وهيموت وقتي، يعني مش هياخد يومين ثلاثه. فالنباتات دي لو اشتريناها في الشتاء هتستمر. هتستمر. وما نقولش نباتات او ازرع نباتات في درجه الحراره العاليه في الصيف. الزراعه الامنه في الوقت ده من شهر 9 في اسوان لغايه شهر 5. بيبقى الجو جميل وبنزرع. حتى احنا كل المزروعات اللي في اسوان وكل المؤسسات بتزرع في الوقت ده اللي هو الوقت درجه الحراره فيه، اللي هو النبات ممكن عبال ما يتكيف وياخد على الوضع هيكون الجو بالنسبه له حلو، لكن الجو بالنسبه في الصيف بيبقى شديد الحراره، فالنباتات الجذور بتاعته اللي بتكون موجوده ما بتساعدهوش انه يغطي الجزء النباتي اللي هو الخضر بتاعه ويمده بالعناصر الغذائيه ويمده من الميه. لا، وكل نبات برضو يا دكتور عمرو لازم ابقى عارفه يعني لازم مثلا بيتزقي كم مره، بيتزقي الصبح ولا بالليل، درجه الحراره هل بيحتاج شمس قويه ولا نص نص، ولا بيحتاج ممكن يعيش في الضله، يعني في حاجات زي لازم ابقى اعرفها عن النبات طبعاً اللي بزرعه. لازم يعني في نباتات ما ينفعش ان احنا نحطها في الشمس المباشره بتاعت اسوان، ممكن نحطها في حته كده نصف مظلله هتدينا نمو اكبر وافضل واحسن. والاحتياجات السماديه برضو بتاعت النبات بحيث ان هو يكبر بسرعه ويدينا نمو. على فكره الصبارات جميله وبتدي زهور رائعه. ايوه. وغير الصبارات المعروفه التقليديه بتاعتنا بتاع زمان، الزهره بتقعد 3 4 شهور وبتدي ايه بقى الصبارات الحلوه دي؟ ده كتير كتير كتير. ممتده ولا يعني بتطلع بالطول ولا بالعرض؟ زاحفه والقائمه اكتر. والقائمه اكتر. الزحفة كمان بتبقى جميلة قوي. جميلة لما يعني احنا ممكن احنا بنقول ايه نزرع الاثنين بحيث حاجة تبقى بالزبط. عالية والتانية تبقى زحفة. زي الأحواض الزراعية بنغطي الحوض بالحاجة الزحفة ونحط القائمة عشان تدينا زهرة وعشان نشوفها. الصبارات جميلة. وايه دايما في أسوان بنقول لما في البلكونة طبعا ممكن ظرف صفر. ايوه هي دي المشكلة. المشكلة في أسوان. من يومين ثلاثة ومن أسبوع. الصبارات لا بتستحمل شهر وشهرين وبتستمر في النمو. هي الصبارات حاجة جميلة. طيب احنا كأشخاص نحاول إن احنا نستخدم الحاجات اللي أقل انبعاثا للدخان وإن احنا نقلل من التلوثات، مش كده؟ ونحاول إن احنا نزيد من البقع الخضراء أو إن احنا نستخدم النباتات. البقع البديلة اللي هي النظيفة برضه. تمام. واعتقد الحكومه يعني بعد المؤتمر ان شاء الله ان شاء الله يكون في خطوات ايجابيه، يكون في خطوات بقى اكتر بقى على المدى الاوسع يعني الاوسع. والظاهره دي ظاهره في الكون كله، كلنا في الكون الظاهره دي مش بتمس بلد معينه ولا قاره معينه، دي ظاهره تمس الكره الارضيه، فكله لازم يتكاتف عشان نحافظ على الكون زي ما احنا بنقول. زي ما شفنا الفيديو احنا ممكن حاجات بتغرق
وعواصف اه طبعا خلاص احنا كل مرينا حاجة اتغيرت احنا اتقلبت. مرينا في اسوان او جفاف في احد المناطق، طبعا ده بيؤثر على المحاصيل المختلفة. لكن انتوا في الحديقة النباتية عاملين احتياطاتكم يا دكتور مش كده؟ الحديقة النباتية احنا بنقول دورها ليه في المجتمع، احنا بنحاول ننشر الحديقة النباتية عشان الحديقة النباتية بتتميز بالزراعة الكثيفة. الزراعة الكثيفة دي طبعا بتعتبر فلتر وتنقية للجو المحيط كله. تمام. هل احنا كده محتاجين ان احنا نبقى برضو نعمل زراعة، يعني نبتدي بقى نزرع في الصحراء ونعمل يعني طبعا، والغابات اماكن وزراعة جديدة و... الغابات على مساحات واسعة. اه الغابات في أي بلد تنقية للبلد كلها، لأن الغابات دي بتكون صورة مكثفة وكبيرة من الأشجار، وإحنا هتفيدنا بعد كده. يعني حتى يعني ممكن الأشجار اللي إحنا زارعينها دي نحصل على أطنان الخشب لما نيجي نعمل لها عملية تقليم، اه طبعا فطبعا بتدخل في حاجات كتيرة بعد كده. يعني هي استفادة من جميع النواحي، لكن إحنا اللي بنقول عليه اللي في ايدينا وفي ايدين كل واحد يبدا من بيته، اللي هي الزراعه العاديه، الاشجار، الطاقه البديله، خفض الاستخدام. يعني لو بيت فيه عربيتين مثلا، طبعا في المدن الكبيره بتبقى العربيات مكدسه وده كله طبعا. انبعاثات. انا لسه الايام اللي فاتت فكرت كده ان انا مركبش العربيه، نفسي اركب عجله والله بكلم بجد. ضمن بس الحاجات المشكله ان احنا هنا في اسوان هيقعدوا بقى يمسكوا سيك دي من ضمن يمسكوا. الحاجات اللي نفسي نفسي. وبعدين الشتاء داخل والجو هيبقى جميل. العربيه مشكله وبنزين وانبعاثات انبعاثات وركنه ما وركنة بنلاقيش فعلا. نفسي فعلا استخدم العجله اعمل بيها مشاوير يعني. ده حاجة ممتازة ان بس احنا يسيبوني يا جماعة، أنا عايزة أنزل بالعجلة، سيبوني أنزل بالعجلة والله بتكلم بجد. مش عايزة حد يضايقني، مش عايزة حد يبص لي باستغراب. ما هي دي مشكلتنا في المجتمع الصعيدي يعني. صحيح. هعملها. طب ده طبعا حضرتك اتخذت اول خطوة لمواجهة التغير المناخي، ورياضة ورياضة طبعا، ورياضة جميلة. اللي هو البديل، بدل العربيات والغازات ان احنا نستخدم والله حاجة العظيم احسن طبيعية بكتير ورياضة طبعا. منها. انا عملت رياضه مش هحتاج اي ادويه منها، انا جسمي بقى مرن وصحتي بقت افضل منها، انا قللت من بقى يعني ماديا هوفر طبعا بنزين وهوفر اي حاجات للعربيه، حتى هترحم من الركنه اللي مش بلاقيها من الزحمه، من كل شيء حاجات صحيح كتير فعلا في مشاوير بحتاج ان انا اروحها من غير عربيه. صحيح. فيا ريت بس يسيبونا نركب بعجل في اسوان، يا ريت يا جماعه. دكتور انتوا في الدورة عملتوا بقى التوصيات؟ وكان الدورة تركيزنا على نشر الوعي في أسوان عموما بظاهرة التغير المناخي. يعني مثلا التوجيه الزراعي، التربية والتعليم، الشباب والرياضة اللي هم بيتعاملوا مع فئات كثيرة، ان هو ينشر من خلال موقعه هذا فكرة التغيرات المناخية وازاي احنا كإنسان او شخص يساهم في المجتمع وفي الكون كله انه يواجه هذه التغيرات المناخية باقل حاجة عنده او اقل الامكانيات عنده. دي انا كانت هبتدي فكرة الدورة، ان احنا نحافظ وننشر الوعي في المجتمع الاسواني كله. طبعا الحضور كان 184 مهندس وباحث ودارس انا شفت وجيولوجي الصور بتاعت المؤتمر فكان بصراحة عدد كان كبير. في طوائف كتيرة لو موجودة. كل واحد نقل فكرة التغيرات المناخية حتى لما يجي المؤتمر يبقى احنا فاهمين الدنيا ماشية ازاي وعلى فكرة وبيتكلموا التوصيات على دي يا ايه. دكتور عمرو واللي احنا بنقوله حاجة حلوة يا جماعة، نقول لكم نزيد الرقعة الرقعة الزراعية الخضراء، طبعا نعمل زرع طبعا عندنا في طبعا البيت وقدام المحلات، طبعا الحاجات كمان اللي طبعا بتدينا طاقة طبعا إيجابية جميلة، نستخدم الحاجات دي، نقلل بقى من الانبعاثات، فبرضه هنقلل من استخدام يعني احنا ماديا الأيام دي كل واحد بيحاول يوفر على قد الإمكان، فكل التوصيات هي بتساعد في البيئة وفي المناخ وفي نفس الوقت بتساعدني أنا شخصيا وبتديني بدائل أحسن لحياتي يعني مش طبعا كده؟ طبعا. درجة الحرارة العالية بتأثر على كبار السن في
ضغط الدم احنا مش مستحملين والاطفال بصراحه. والناس اللي هي التعبانه بتزيد الانفعالات وبتزيد ايوه الناس بقت مش مستحمله مش مستحمله فعلا عشان الجو حر. فاحنا لو بدانا كل واحد احنا نوهنا من خلال الدوره ان كل واحد يبدا من مكانه كالوظيفي ومن بيته ان احنا نحافظ مع بعض اللي هي احنا بنقول ايه لازم ان احنا نمد ايدينا مع بعض عشان نحافظ على الكون. نرجع تاني يا دكتور عمرو ونوجه رساله لسياده المحافظ ان احنا عايزين منافس بيع للنباتات في اسوان، عايزين منافس بيع لان احنا عشان ما فيش يعني مشاتل ايوه بس بعيده بقى فبريش والحتت دي واحد اصلا ممكن ما يعرف، احنا عايزين منافس بيع كده بشكل شيك كده زي ما بنشوفها في البلاد الاوروبيه والعربيه والتركيه يعني بيبقى شكلها حلو قوي. ان شاء الله نفسنا دكتور تقدم لنا حتى طلب ان شاء الله باذن الله. منفذ بيع كده شيك كده جميل اي حد محتاج يروح ياخد كل احنا رايحين جايين نشتري زرعه جديده. معالي اللي هو اشرف عطيه من الشخصيات الجميله والمتفهمه واللي بيعمل انا عارفه والله عشان كده دايما بوجه له رسائل لان هو بيحب الحاجات دي وبيحب المقترحات يعني. وكان من ضمن الداعم للدوره التدريبيه بصراحه. كل الدعم والوقوف جنبنا ان احنا ننجح هذه الدوره. ان شاء الله. ميرسي يا دكتور. شكرا دكتور عمرو محمود مدير حديقه نباتيه واسوان دايما بتشرفني بوجودك معايا. عفوا وان شاء الله ربنا بيقول ايه يكفينا ويكفيكم شر التغيرات المناخيه يا رب وشر تغير النفوس. احنا بكده مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، دايما بنشكركم ان انتم بعيدكم لينا. كان معاكم فدوى فاروق والى اللقاء.